Segueix. تساءلت الكتلة إلا على قيد الحياة المتحركة تتحدث. حديث القلب بيتحرك، الطاقة جاته بتحرك بتعمل فيه كده. هذه الكتلة اتسألت، انتي بتقري الفاتحة كل قبل كل سجارة؟ سجارة هي؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتنزل قدم بعد ثبوتها، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ما عند الله باق. أهو بأشرب سجاير وأقرأ قرآن عادي جدا. صحيح لما تنام مع مراتك فين ربنا؟ أيوة، عشان أنت بتسألني، أنت بتسألني لما بتشرب السجاير بتقري الفاتحة؟ هي السجاير حرام؟ ليه بتعملها إذا كانت حرام؟ لما بتشخ، لما بتاكل، لما بتنام فين ربنا؟ ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. أيوة حياتي، ما أنت